السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة أم آدم سعيد في وصفة ثلاث وجبات. إن شاء الله اليوم غادي يكون ضيف اليوم هو المرتديلا. غادي نحط لكم إن شاء الله بثلاثة نكهات وأشكال مختلفة. نتمنى أن الوصفة اليوم تنال إعجابكم ونبدأ إن شاء الله. بالنسبة للمرتديلا الأول فغادي نحتاج المقادير: جوج بيضات، 150 غرام ديال كفتة اللحم، يمكن لكم تعوضوها باي كفته اخرى ما ماشي مشكل. عندنا ملعقه طماطم معلبه، عندنا ربع كاس ديال الزيت، جوج معالق دقيق، ملعقه فلفل احمر او تحميره، 4 فصوص ثوم، توابل مختاره وملح. وهنايا التوابل يعني على حسب الاختيار ديالكم. كنبداو كناخذوا الطحانه ونوضعوا فيها المقادير جميعها. تنوضعوا البيض اولا، ثم تنتبعوه الكفته. كما قلت لكم ان الكفته فهي اختيار، يمكن لكم ديروا كفته الدجاج او كفته لاذند، يعني على حسب اللي بغيتوا. غادي نوضع الثوم، وضعت الطماطم، غادي نوضع الان التحميره او الفلفل الاحمر، وغادي ندير التوابل. انا وضعت هنايا الخرقوم عواد وشويه الكمون، تقريبا ملعقه صغيره كمون وملح. غادي نوضع الكل الان، غادي نخلطهم، غادي نطحنهم مزيان حتى كيطحنوا لينا المقادير كامله. اذا كما كتشوفوا فهي بدات كتخلط او كتطحن. اذا ها هو تيكون واجد عندنا. الان غادي ناخذ ورق او البلاستيك الغذائي، غادي نضوبلو، غادي نوضعو فوق الطاوله ديالي، غادي نضوبلو يعني باش ما يتقطعش لينا. ومن بعد غادي نخوي فوق منه الخليط ديالي ديال المرتديل بالكفته. يمكن لكم هنا ايضا ديروا داك الاناء الخاص بالمرتديلا. اذا غادي نوضعو على هذا الشكل، غادي نجمع البلاستيك ديالي على شكل عمودي، وغادي نجمعو من الجوانب كما كتلاحظوا، يكون على شكل فنيده تقريبا، غادي نجمعو من الجوانب. اذا غادي ناخذ ايضا لتثبيته اكثر، غادي ناخذ البابي الومنيوم، وغادي نعاود نلوي على العمود. اذا كما كتشوفوا، وغادي نوضعو جانبا وندوز باش نحضر المرتديلا. الشكل الثاني ديال المرتديلا، اذا بالنسبه للشكل الثاني ديال المرتديلا غادي يكون بالحوت. يمكن لكم تختاروا اي نوع ديال الحوت بغيتو. غادي نحتاجو جوج بيضات، غنحتاجو 150 غرام ديال السوريمي. انا اختاريت هذا السوريمي، راه متوفر في المحلات التجاريه الكبرى يعني بثمن متواضع. غادي نحتاج جوج معالق ديال الدقيق، 4 كاس ديال الزيت، ملعقه طماطم معلبه، جوج مثلثات جبن لافاش كيغي ربيع ومعدنوس، ملعقه كمون، ملعقه هريسه، توابل مختاره، وزيتون يكون مقطع دوائر، غادي تلاحظوا معايا في الصوره، والتوابل تكون مختاره. اذا الزيتون هنايا عندنا مقطع دوائر، يمكن لكم تستعملوا زيتون صين ماشي مشكل. اذا غادي نبدا بالمكونات ديالي، غادي نحطوها في الطحانه. غادي نحط الحوت السوريمي او سمك السوريمي، غادي نوضع جميع المكونات تقريبا، البيض، الفرماج، ربيع ومعدنوس، الثوم، التوابل والدقيق. وكنخلط الكل جيدا كالعاده. بالنسبه للتوابل فانا وضعت هنايا الملح والابزار، السكنجبير عفوا، او الكركم، حتى الكركم حتى هو تقدروا تستعملوه.
إذن غادي نطحن جميع المكونات كما العادة حتى أحصل على خليط يعني يكون مطحون مزيان. من بعد غادي نوضعه أيضا في بلاستيك غذائي، نفس العملية اللي وضعنا المرتديلا الأول. إذن كما كتشوفوا حتى من اللون يعني كيكونوا يعني الأول اللون كان ديالو أحمر لأنه بالفلفل الأحمر أو التحميرة، هذا غادي يكون اللون ديالو تقريبا مائل للبني. غادي ندير الآن الزيتون، من بعد ما وضعته في البلاستيك الغذائي غادي نوضع الزيتون، غنحاول نجمع المرتديلا على هذا الشكل كما كتلاحظ في الصورة، وغادي نجمعها كذلك من الجوانب، وغادي نثبتها بالورق الالومنيوم. هنا ورق الالومنيوم كيبقى اختيار الا ما عندكمش، ماشي مشكل، هو فقط كيعاون انه يثبت لكم المرتديلا. وبالنسبه للشكل الثالث والاخير فغادي نحتاجوا كذلك جوج بيضات، 150 غرام من الارز مسلوق نصف سلقه، فرماج ايضا مقطع مربعات صغيره او فرماج بيتزا، جوج معالق دقيق، ربع كاس الزيت، جوج مثلثات جبن، ربيع معدنوس، وغنحتاجوا كذلك ملعقه كمون، ثوم وتوابل مختاره، وهادو اعشاب منسمه. ونمروا للطريقه. بالنسبه للطريقه، اول حاجه كناخذوا الاعشاب المنسمه تنحيدوها تماما من داك العود الغليظ، لان داك العود ما تيبغيش يتطحن لينا في مولينكس، ويقدر اصلا يقدر يخسرها. غادي نحاول نحيد فقط الورقات ديال الزعتر، هنايا انا درت الزعتر باش يعطيني ديك الخضوريه في الخليط ديال المرتديلا. يمكن لكم تستعملوا ايضا اليازير كيجي رائع. اذا من بعد ما كملت الزعتر هنايا غادي نوضعه في الاناء اللي غادي نخلط، غادي نوضع كذلك البيض، جوج بيضات، غادي نضيف جوج فرماجات لافاش كيري، انا استعملت انا لافاش كيري، يمكن لكم تستعملوا اي نوع عندكم. وهنايا ضامت البنة، اعتذر نسيت ما ذكرتش لكم في المقادير. هنايا غادي نضيف ايضا ارز، والفرماج غادي نخليه حتى الاخير. غندير التوابل ديالي، الملح، الابزار، الكمون، سكنجبير، والكركم او الخرقوم. غادي نضيف الدقيق ونخلط الخليط جيدا حتى كينسجم لينا. اذا ضروري ما تذوقوا يعني من الملح باش تاكدوا بان الملوحيه هي هذيك، وحاولوا يعني ديال الزيتون ما تكثروش ليه بزاف الملح حتى ديروا الزيتون وتخلطوا عاد باش تذوقوا. اذا هنايا انا غادي نوضع المرتديلا ديالي في البلاستيك الغذائي، وغادي نوضع عليه الفرماج اللي قطعته مربعات صغيره. ملي كيطيب يعني هاد الفرماج وكنخليو كاشا حتى كيبرد كيعطي واحد المنظر رائع جدا كما غتلاحظوا ان شاء الله في اخر الفيديو. غادي نوضعو كذلك الورق الالومنيوم، وها الوجبات الثلاثة ديالي من بعد ما كملتهم. اذا الان غادي ناخد عود او شوكة غادي نتك بها المرتديلا باش يدخلها الطياب، تقريبا 3 أو 4 تكات. والان غادي ندوز للطهي، غادي ناخد البرمه ديال الطياب. اذا غادي ندير فيها ماء، من الاحسن ان البرمه تكون كبيره، انا عندي هنا صغيره ولكن فيها دوطاج، يعني غادي ندير الاسفل غندير واحد وغنحاول نقلبه يعني الجهه اللي تقبناها هي اللي تجي في اسفل، وغندير الجوج الاخرين اللي بقاو ليا هنا الفوق، ونسد عليهم ونخليهم تقريبا 45 دقيقه، ولكن نطلع عليهم في النصف باش انني نقلبهم ونعاود نغطيهم تقريبا 25 دقيقة ونعاود نطلع عليهم.
اذا انا من بعد ما مرات 25 دقيقه كما كتشوفوا، فالمرتديلا ديالي بدا كيتنفخ. الان غادي نحاول نقلبه باش يطيب ليا مزيان. غنقلب كذلك اللي في الاسفل وغادي نخليه يكمل الطياب ديالو. وهنا فالمرتديلا كمل الطياب كما كتشوفوا، هو تنفخ مزيان. غادي نطفي عليه البوطه ونخليه يبرد. اذا على المرتديلا من بعد ما زولته من فوق في البرمه، غادي نخلي نحيد ليه بابي الومنيوم ونخليه تماما كيبرد. يعني واخا يجيكم رطب فغير هو كيبرد كيقساح. اذا وفي الاخر غادي نوريكم النتيجه النهائيه. وهو المرتديلا ديالنا وجد كما كتشوفوا بثلاثه النكهات. النكهه الاولى ديال الكفته وديال الحوت وديال الاعشاب المنسمه ايضا. هذا ديال الكفته كما كتشوفوا فكيجي بهذا الشكل هذا وكيجي رطب جدا. وهذا ديال الاعشاب المنسمه والفخوماج كما كتشوفوا، تلاحظوا داك الفرماج ملي كيبرد كيجي رائع، كيبان كيعطي منظر جميل جدا. وحتى البنة كيجي رائع. وفي الاخير عندنا ديال السوريمي كما قلت لكم، يعني يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الحوت بغيتوا، يمكن لكم ديروا الكروفيت او لا السيبيا او لا، يعني عطى الله يعني جميع انواع الحوت، ولا ديروا طون. ونتمنى ان الوصفة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم ان شاء الله، وما تنساوش ديروا جيم الفيديو اللي عجبكم. وكنقول لكم بسلام عليكم الى وصفة مقبلة ان شاء الله. بسلام عليكم، دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.